وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يحل في العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في مؤتمر الدول التي توصف بأصدقاء سوريا بحضور وزير الخارجية البريطاني ويليام هيل ونظيره الفرنسي لورون فابيوس وكاترين أشتون المكلفة بشؤون الاتحاد الأوروبي الخارجية، إضافة إلى الائتلاف الوطني السوري المعارض الذي تراجع عن مقاطعته المؤتمر. جون كيري أعلن أن المؤتمر سيخرج بنتائج ملموسة فيما رفضت المعارضة التعليق عن سقف طموحات هذا اللقاء الذي ينتظر أن ينعقد في جلسة مغلقة. ميدانيا، الخرب يعم سوريا التي أصبحت أغلب مدنها أقرب إلى ساحات القتال، كما تشهد على ذلك أثار الدمار الذي لم تسلم منهم حتى المستشفيات على غرار مستشفى حلب الذي تحول إلى أطلال، مما اضطر الأطباء المتطوعون إلى تعويضه بعيادة سرية تحت الأرض لإسعاف ضحايا الأزمة السورية التي مضى عليها عامان حتى الآن وخلفت حوالي 60 ألف قتيل حسب تقديرات الأمم المتحدة.